السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، رسالة شفاء في اي وقت بإذن الله هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءات خاصة، هتلاقوا لينك الادمن وهتلاقوا رقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. رسالة اليوم. طيب، واضح يا حبايب قلبي ان انتوا بيجيلكوا نداءات كونية بان انتوا تغمروا في شيء او تعملوا حاجة او تبدأوا خطوة معينة. في هنا مغامرة لازم تقوموا بيها، لازم تتحدوا عراقيل او جبال قدامكم او شيء قوي علشان تقدروا توصلوا لهدف معين. وبيجيلكم على فكرة نداءات وارشادات كونية بتدلك على ده، بس في حد هنا قاعد مش عايز يلاقي حل، راسي كده في مكانه هادي ما بيعملش حاجة. انت بتجيلك نصائح من الاجداد الروحانيين، بتجيلك حاجات ارشادات، بيجيلك علامات، بيجيلك كده زي نداءات كونية انك تذهب في المغامرة اللي عايز تعملها، اعمل الشيء المفروض تعمله. الفكرة اللي بتجيلك دي هي مش فكرة كده وخلاص، الفكرة اللي بتجيلك دي هي فكرة للتغيير، للتجديد. نظرتك كلها للحياة هتختلف، فكن قادر على التجديد والتغيير ده. على فكرة انتوا من الاشخاص اللي من جواكم معلم روحي، لكن انتوا مش مكتشفينه. يعني انتوا جواكم معلم روحي، وانتوا اصلا بتتعلموا بطريقة الالم. انتوا تعلمتوا بألم كبير جدا، انتوا خدتوا جميع مراحل الالم في حياتكم وعانيتوا وصبرتوا وقاومتوا لغاية ما خلاص تقريبا قربتوا توصلوا للهدف. بس الهدف ده في قدامه عقبة معينة او تحدي معين لازم انكم تشيلوه، لازم تطلعوا من طاقة الانطواء والعزلة اللي انتوا فيها دي بقى وتبدأوا. في ناس منهارة هنا، في ناس بتعيط هنا، في ناس لازم تطلع من الطاقة دي نهائي. طاقة الانهيار اللي انت فيها دي مش ليك، انت المفتاح قدامك والشيء اللي لازم تعمله انت عارفه بس ما بتتحركش. طيب، المعلومات اللي جات لك دي كلها والحاجات اللي انت اكتشفتها دي كلها ما غيرتش نظرتك في الحياة، ما غيرتش نظرتك اصلا لافكارك السلبية او للمعتقدات الخاطئة اللي كانت في دماغك من زمان. على فكرة انتوا في شوية مشاكل صغيرة عندكم هتتحل، هتتحل. انت خلاص الغيوم ابتدى يتشال من على عينيك، وابتديت تشيل العقبات وتشوف ايه المناسب لحياتك وتخليه، وايه اللي مش مناسب وترميه. حتى في عفش بيتكم بتعملوا كده دلوقتي، بترموا الحاجة اللي انتم مش عايزينها، بتنظفوا، بتروقوا، بتعملوا حاجات كده فيها تجديد وتغيير. وده البداية، ده البداية. صدقوني انت هتقاوم وهتوصل لهدفك. التحدي اللي قدامك هو ضعيف وضئيل امام التحديات اللي انت عشتها. على فكرة انتوا في منكم هيسافر قريبا، ممكن هيسافر بحرا بمركب او هيسافر برا، يعني في بر وفي بحر، في هيسافر بالطيارة. يعني في حبايب قلبي ليكم زي حل او مفتاح هتلاقوه المشكلة عندكم هنا. المشكلة دي انتوا شايفين ان هي كبيرة لكن هي صغيرة جدا. لو انت شفت قوتك الداخلية وملائكة القوة اللي محاطاك وقوة الاسد اللي حواليك اللي بتحميك، هتعرف انك انت لازم تاخد الخطوة ولازم تستقر، ولازم انك ما تخافش من المجتمع او الناس او العائلة. دور على استقرارك، احمي نفسك، واجه العقبات دي بنفسك، غير من نفسك علشان يحصل طاقة التغيير عندك. واضح انك انت لازم تاخد قرار معين عشان تحسن وضعك بيه. في حاجة هنا انت عايز تاخد فيها قرار ومتردد. في هنا رسالة بتقولك انت عارف ايه القرار لازم تاخده. وقلتلكم في اول رسالة انتوا بيوصلكم نداءات كونية بانكم تعملوا شيء، ودلوقتي رسالة بتقولك لبي نداء روحك. روحك عايزة شيء هنا، روحك بتتمنى امر، انت مش عارف تلبي الشيء ده ليه مع انك تقدر. انت تقدر، انت بس مش عارف القوة الداخلية. لبي نداء روحك، اعرف انك اقوى من كده، اعمل الحاجة اللي المفروض تعملها، واعرف انك باتباعك الطريق ده الحظ هيكون جنبك، الفرصة قادمة. منكم
حاجة داخلة في حياتك قريبا، ايا كانت الحاجة دي، هي مفتاح لحياتك، حتى لو كان شخص. الشخص ده مفتاح لحياتك كلها، الشخص ده عنده طاقة بركة. ده لو انت فعلا داخل في حياتك شخص. طيب لو داخل في حياتك عمل، فالعمل الجديد ده هو طاقة بركة لحياتك. طب لو سفر، نفس الكلام، طبق الرسالة عليك انت بكده. بس في فعلا اشخاص داخل عليهم شخص او انسانة هتكون في حياتك، اذا كنت انت رجل او امرأة، الشخص ده معاه مفتاح لحياتك انت، وهو اتحادكم الطاقي مع بعض هو طاقة بركة وطاقة وفرة مادية عالية. رسالة بتقول ان الحظ قادم نحوك، المفتاح قادم، انت هتلاقي النجاح حليفك في كل وقت وفي كل طريق بتمشي فيه. حبايب قلبي، انتوا هنا لازم تحددوا انتوا عايزين ايه بالظبط. حدد طريقك واتبع احساسك وشعورك، علشان انت هتلاقي الطريق وهتلاقي المفتاح بالطريقة دي. منكم هيلاقوا زي رموز في السماء او ارقام هتديكم اشارات، هي الارقام دي بالنجوم او بالسحاب، هتديكم اشارات بتوقيت معين بدخول شخص معين في حياتكم. انت بيجيلك معلومات كتيرة جدا من العالم الاخر، والمعلومات اللي بتجيلك دي هي معلومات كونية، معلومات من اجدادك القدماء، معلومات بتخليك تزرع بذور النور داخلك اولا وبعدين للاخرين، وهتتبع خططك الالهية، وهتمشي على اساس معين ليها باذن الله. حاول انك بقى ما تتحكمش في التغيير اللي جاي، واعرف انك تنتمي لعمال النور، واعرف ان التغيير ده جاي لك علشان تحول حياتك من كآبة لفرح وسرور، طاقتك كلها هتتحول. اعمل شيء، افعل شيء، هي رسالة بتقولك كده. اكسر الحاجز، اكسر السلاسل، حل مشاكل الماضي، اذا كانت مشاكل من العائلة او من الطفولة او تعب نفسي او مشاكل رفض او فقد، كل ده لازم تعيد بناؤه وتعيد كتابة مستقبلك من اول وجديد. فاللي بتفكر فيه هو اللي هيحصل. الخارج ما هو إلا مرآة للداخل، فبلاش تكون يائس من شيء أنت بتتمناه، لأن الشيء ده قادم وكل الورود هتتفتح لأجلك أنت، كل الصعاب هتكون سهلة من أجلك أنت وليس عليك. أنت معاك طاقة حماية، فاستعد قوتك واقطع الوصلات واسترد روحك وكون شجاع، فالكارما اللي أنت كنت فيها خلصت وانتهت. شارك صوتك، عبر عن نفسك، اطلع من الكهف اللي انت فيه، ثق في حدسك فهو يقول لك شيئا هام، ثق في الازعاج وثق في الفرحة، انت في حالة استيقاظ وصحوة روحية، واعرف انك في طريق جديد مفتوح لك. على فكرة في حد منكم هنا رجل بيسمعني داخل في حياته مرأة محاربة، امرأة محاربة هنا حبايب قلبي، وهي من عمال النور او من الزوهريين المحاربين. يمكن المرأة اللي داخلة حياتك دي مكتوب على يدها اسم الله، او المرأة دي هي موجهة للنور في الارض، او بتنشر النور في الارض، او ما بتخافش من اي حد، هي امرأة محاربة وبتحارب قوى الظلام على الارض، ويمكن تكون معالجة بالقرآن لو في رجل هنا بس بيسمعني. طيب لو انت امرأة بتسمعيني، حطي حدود افضل، حطي حدود صحية، حاولي انك تشوفي حدسك لانه بيرشدك، وتقبلي الحاجة اللي انت مش قادرة تغيريها، وبطاقة التقبل هيحصل معاك التحول والتغيير، لان بيحصل معاك علاج عميق، تغيير عميق على مستوى الخلايا كلها، وبيحصل معاك علاج من الملائكة هنا، بتتعالجي من شيء معين كان تعبك. انتوا تقدروا حبايب قلبي، طاقتكم نور، تقدر تزرع الجنة على الارض بايه؟ بايمانك بالله ودعائك المستجاب والمفتاح اللي ربنا مدهولك. المفتاح اللي ربنا مدهولك ده هو مفتاح نور للاخرين. انا معايا اشخاص هنا محاربين فعلا. شوف ايه الحاجة اللي بتخليك ترجع لأسوأ ما فيك، ومحاول انك ما تعملهاش.
حبايب قلبي، انتوا بذور النور، شوفوا الحاجة اللي انتوا بتتمنوها وحاولوا انكم تعملوها، لان بتوصلكم زي نور من العالم الاخر بيرشدكم انكم تعملوا شيء معين، وانكم هتلاقوا المفتاح، وانكم تتخذوا القرارات المناسبة، وانكم تتواصلوا، لان تواصلكم هو المفتاح. الرسالة حاليا انتهت، انت بقى خد قرارك بانك ترسى على بر وتختار ما تريده، عشان الحاجة اللي انت هتوردها هي الملائكة هتساعدك فيها، وهي اللي هتغيرها علشانك، وهي اللي هتخليها مهيئة ليك بأمر من الله. اختار صح. انا خلصت الرسالة حبايب قلبي، ربكم في التقوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.